ان شاء الله نفضل كده مجتمعين ومفيش حاجه ابدا تفرقنا من بعض ان شاء الله. ودايما خلك تكسب علشان نفرفش من وراها. بصحتك عادي. ده علشان امال علشان مين يا روح؟ وريني يا سهير وري. جنان. وريني. شايف معلم يا سرقوف، حط في عينك حصوة ملح. ايه التبذير ده يا سعاد؟ افندم مبروك يا سهير، تدوبيه في عرق العافية. ميرسي. يلا عمرك ما جبت لي هدية. عيب، احنا بينا وبعض حاجات من دي. عادل انا مش عارفة اقول لك ايه، ميرسي قوي على الهدية اللطيفة، ربنا ما يحرمنيش منك. على ايه كل ده؟ على حتة بروش؟ هو مش البروش، الفكرة انك تهديني دي عندي بالدنيا كلها. هو معقول تكون الليله دي اخر ليله ليكي هنا وما قدملكيش هديه بسيطه؟ ما انت الجمعه اللي فاتت مقدم لي خاتم واللي قبليها حلقه. صحيح بتحبني قوي كده يا عادل. عادل الف مبروك يا عادل، ما عندكش فكره قد ايه فرحت لما سمعت الخبر ده. صحيح كانت بكتابك الجمعه الجايه؟ كانت بكتابي؟ في ايه سهير؟ ولا حاجه. سهير سيبها. انت برضه صدقت حكايه الخطوبه؟ دلوقتي بس عرفت ليه الهدايا كانت نازله ترف على دماغي. اما كنت عبيطه صحيح، البروش ده ما كانش هديه، ده كان مكافاه على الوقت اللي قضيناه سوا. صحيح بتعرف تعدي يا ست. الخبر ده مش صحيح. لا يا شيخ بتستخفني، بركيله واستهانه. وانت يا سراوف البيع خطا. خطا زي ما بقول لك كده، الرجاله ملهاش امان. بلاش دلع فارغ بقى. دلع فارغ؟ تخطب من ورايا وتحدد كاتب الكتاب من ورايا والناس كلها تعرف وانا لا، ولسه بتقول لي دلع فارغ؟ سهير مش كده، وطي صوتك الناس تسمعنا. ما تسمعنا، خليهم يعرفوا اخلاق صاحبك. في حد في الدنيا يعيش مع واحده 5 سنين ويجي يسيبها ما يقولهاش كلمه واحده؟ اقفلي الموضوع ده احسن. وان ما قفلتوش هتعملي ايه؟ هضطر بكل اسف اسيب الترابيزه واقوم. وعلى ايه ما اقوم انا؟ سهير مش كده، ارجوك يا نرجس سيبيني. مش صحش يا سهير، من فضلك سيبيني. الحق عليا، انا اللي قضيت معاك الوقت ده كله. سهير سهير. سيداتي سادتي مساء الخير، نبدا برنامج هذه الليله برقص. قوم صالحها بكلمتين يا عادل وخلصنا. يعني هقول لها ايه؟ كلمتين حلوين منك يرضوا كل حاجه. انت مش عارف طبع الستات ولا يعني مش هنعرف نشرب لنا كاسين بقى؟ قوم يلا يلا عشان خاطري. طيب عشان خاطرك يلا. مش كده يا عبيطه، حتى ان كنت زعلانه ما تضايقنيش. اعمل ايه يا نرجس، اعصابي خانتني. معلش انت تصلحي امورك معاه، ومن هنا للجمعه الجايه يحلها 1000 حلال. يلا يلا ولا اكن حصل حاجه. خلاص يا ستي. اه عادل جاي لك بنفسه. الو اهلا عمتي، ازيك وازاي سلوى؟ بخير يا حبيبي، ازيك انت؟ ها عملت ايه في السباق، كسبت الجايزه؟ يعني كان فكرك حد تاني يقدر ياخدها مني؟ بس اسمع اوعى تنسى الحلاوه بتاعتي. وده معقول؟ الا قولي لي يا عمتي ايه حكايه خطوبتي مع سلوى؟ اسكت، ده انا اللي كنت عايزه اسالك. هلكوني من الصبح في التليفونات، مبروك مبروك مبروك، وامتى كاتب الكتاب، وهيقضوا فين شهر العسل، واخص عليك يا دريه تخبي علينا. اقول لهم يا اخواتي لسه ما فيش حاجه مدي حصلت، يكذبوني. الاخر عشان اخلص منهم قلت لهم طيب ربنا يتمم بخير. على العموم هنشوف الحكايه دي بكره. هنقوم من هنا الساعه 2 نوصل عندكم في مصر وش الصبح. حريم؟ حريم ايه يا عمتي؟ انا بتاع حاجات زي دي؟ لا اللي معايا رؤوف والممرن والست بتاعته وبقيت الاسطبل. ايوه كده طمنتني. سلوى نايمه يا حبيبي، ما انت عارف انها ما بتستحملش السهر ابدا. يوصل يا حبيبي يوصل، بس اسمع احنا مستنيينك بكره على الفطار. احنا هنسيبكم بقى يا عادل، يلا يا رؤوف. انت لسه زعلان؟ التليفون ده من سلوى مش كده؟ احنا هنرجع للموضوع ده تاني؟ ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار يا عادل. انا مش قادره اتصور اننا هنسيب بعض بعد العشره الطويله دي كلها. واحنا لسه ما سيبناش بعض. والخبر جوازك كلام الناس كتير، قريبتي ومتربيين سوا فجوزوني. مش يمكن تطلع في دماغك يوم وتعملها؟ على العموم مش بكره يعني، هيجي يوم وتتجوز طبعا. وديك الساعه هتسيبني مش كده؟ وشايله هم اليوم ده من دلوقتي، ساعتها ربنا يفرجها. المهم ان احنا مبسوطين الليله. على رايك. والنبي يا رؤوف شفنا نام شويه. رؤوف مين؟ انا سهير نرجس. قومي قومي يا سهير، قومي بصي. كويس خالص، تصبحي على خير. اصبح على خير ايه؟ قومي بصي شوفي. ايه يا ندمتي؟ مرسى مطروح؟ ايه اللي جابنا هنا؟ انت فكرك بالطريقه دي هتكسبي عادل، بالعكس ده انت هتخسريه. يلا يا ماما على مصر، يلا يلا. مصر ايه؟ انا ما صدقت اننا وصلنا. قومي يا شيخه، انت عايزه تودينا في داهيه. يلا يا هوام يا شيخه. رجعنا لدوشة مصر تاني. يا شمس حاميه كده ليه؟ سامعك كاميرا اهو. يا اخي انا قادر افتح عينيا. الله، مال العربيه واقفه؟ الظاهر وصلنا. ايوه ايوه يظهر كده. الله، احنا فين؟ وايه اللي جاب البحر هنا؟ بحر؟ الله، احنا لسه في اسكندريه. اسكندريه؟ الله، مرسى مطروح. مرسى مطروح؟ نرجس نرجس. سهير سهير سهير. يا راجل عندي صداع والله. الله، احنا الظاهر وصلنا. وصلنا ايه يخرب بيتك؟ انت عملت ايه؟ جبتنا فين؟ جرى ايه؟ خدتني. خضيتك؟ هو جرى ايه؟ مالكوا نازلين كده زي على الصبح؟ جرى ان احنا في مرسى مطروح. ايه؟ مرسى مطروح؟ صح النوم يا ست هانم. ليه تعملي كده يا نرجس؟ قومي من عندك، تعالي ورا. على فين؟ على مصر. مصر؟ ايوه مصر. الله، انت بتخرب بتقول ايه؟ احنا هنقضي طول عمرنا في سفر. قصدك ايه؟ البنزين يا حبيبي دول 600 كيلو مش لعبه. واحنا كمان لازم نستريح. اسكت انت مالكيش دعوه. ما هو كمان بالعقل يا عادل، نستريح شويه وبعدين نرجع مصر. والناس اللي مستنييني دول يقولوا عليا ايه؟ يا اخي نبعت لهم تلغراف. وانت هتتجوز الليله؟ ومش عرفنا ان هنا مكتب تلغراف. نسال وضروري هنلاقي. يلا يا عادل يلا يلا يا عادل. يلا يا عادل. سلام عليكم. تسمح من فضلك لما يجي لي الرد تبعته لي على اللوكان ده؟ حاضر يا ابني. هي على البحر؟ مظبوط على البحر. انت شكرا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اهلا بيك. اتادي مرسى مطروح منوره. الله يحفظك. القوة طبعا على البحر. مفيش مانع. وهتشرفونا قد ايه ان شاء الله يا بيه؟ مش كتير. كل واحد ما يجي هنا اول كلمه يقولها مش هنقعد كتير، لكن بعدين بيغير رايه. الطبيعه، البحر، الهواء. انتوا لسه هنا فين المايوهات؟ يلا عايزين نروح نستحمى. مايوهات ايه؟ انتوا عايزين تستحموا تاني؟ قول لنا اسكندريه ولا راس البر، شمس ايه وهواء ايه وبلاج ايه؟ ساعه البيت. يلا بينا يلا سهير. ايوه بس ناخد لنا كاس. سهير مستنيانا. يلا يلا هتسكر. يلا يلا حاجة على المية. يلا البحر عزيز مش هكذا يا جماعة. عزيزة خالص. سلام عليكم. يلا يا أخي. لا لا لا. يلا إحنا يا رؤوف. يلا بينا. ها أنت لسه زعلان يا عادل؟ طبعًا زعلان، ده فصل يتعمل. أؤكد لك إنه نرجس ما تقصدش. إحنا مش في نرجس، في سلوى والجماعة اللي مستنيني في مصر. يقولوا عليا إيه؟ مش بعت لهم تلغراف؟ خلاص. ها أجيب لك المايو تنزل معانا البحر. لا أنا كده كويس. بعدين نرجس ورؤوف ياخدوا على خاطرهم منك ويفتكروا ان انت زعلان منهم. طيب يا ستي روح قول لهم اني مش زعلان. يلا بقى، انت نازله البحر ولا لا؟ جايه يا نرجس جايه. يلا يا عادل بقى قوم انزل معانا. لا لا روح انت. يعني ما تتضايقش لو سبتك لوحدك؟ هتضايق من ايه؟ تعجبني. جايه يلا يلا. بحب اتنين سوا يا هنا يا بحبهم. كمان وحياتك. الله، انت طلعت منين؟ لا مؤاخذة، انا خضيتك؟ لا ابدا، بسيطة. بسيطة ازاي؟ اتحرم من الصوت الحلو ده وتبقى بسيطة؟ لازم تسامحيني. سامحتك. مش كفاية. عايز ايه اكتر من كده؟ معرفش، شوفي ايه اللي تطلبيه مني عشان اسامح نفسي. واسيبك هنا لوحدك؟ ما تخافش عليا، انا بين حبايبي. المية والهوا. بقى بتحبي الاتنين سوا. ايوه. يا بختهم. وبتحبيهم بقالك قد ايه؟ طول عمري. ويا ترى هما بيحبوكي؟ اسألهم. بس مفيش سابق معرفة. تسمحي تقدميني لهم؟ انا عادل خيري. يعني ما بيردوش. اصلك غريب عليهم. يصح تتوسطي بينا؟ يمكن الهوا ما يوفقش. منين تعرفي؟ مش يمكن الهوا يجي سوا؟ نجرب. قلتيلي اسمك ايه؟ اسألني، وان ما ردوش ابقى قابلني هنا. ايوه. وان ما جيتيش اشرب من البحر. لا تنزعجوا، انا بخير. ظرف طارئ اضطرني للذهاب الى مرسى مطروح. سأبادر بالاتصال بكم عند حضوري. عادل. لا تقدر هناك على طول. نعم، احنا هنرجع لده على زمان ولا ايه؟ طب احنا ما صدقنا اللي ورطناه. عايزه اللي بنيناه ده كله في سنين تضيعيه انت في ثانيه؟ لكن انا ما بحبوش يا ماما. ما حدش بيقول لك حبيه يا ست سلوى. حبي فلوسه، حبي النعيم اللي هتعيشي فيه. حبينا احنا، ما انت عارفه البير وغطاه. الفساتين اللي بتترمي بعد لبسه واحده مين هيشتريهم لك؟ عادل. والعربيه اللي بتغيريها كل سنه مين اللي بيدفع ثمنها؟ عادل. سفرك لاوروبا كل سنه مين هيدفع تكاليفه؟ عادل. الديانه فكرك مين مصبرهم لحد دلوقتي غير جوازك من النبي حارس وعادل؟ يعني بس عاوزني ارد عليه اقول له ايه؟ تقولي له تلغرافكم وصل في حينه. نأسف لما حدث لكم. تعجلوا في الحضور. سلوى. تعجلوا في الحضور. سلوى يا اخويا، انا مش فاهم الناس مستعجلين كده ليه؟ ايه اللي مكهربهم؟ هم هياخدوا اكتر من رزقهم؟ احضر حالا، تعالى سريعا، تعجل في الحضور. هي الدنيا هتطير. فاخر يا فندم، الناس في مصر كله كده اكسبريس. هناك في خركه خركه خركه، مفيش بركه. انا تفزت ليه؟ امال انا حبيتك ليه يا خريستو؟ ايه فاخر يا فندم، لسه كتير؟ الساعه 7. طب اسبقني انت، اسبقني وحضر الطاوله وانا جاي حالا. قولي كلام يا محمد. خلي يا بيه. خد يا ابني، وصل التلغراف ده للوكام ده. حاضر يا بيه. باسم عادل بيه خيري. عادل بيه خيري. عادل بيه خيري. افندم، في حد؟ تلغراف لك متعدي. طيب ادوني انا اطلعه لكم. طيب. مع السلامة. هو عادل فين؟ زمان ورايح في النوم. اتفضلي يا ستي، التلغراف جاي له من مصر. فتحت ليه يا مجنونة؟ نقفله تاني. تلغرافكم وصل في حين. نأسف لما حدث لكم، تعجلوا بالحضور. سلم. ست مستعجلة قوي. طب والله ما انا مسلمة التلغراف. بالعكس، ده انت تسلميهوله. انت بتقول له ارجع. خليه ما يرجعش. وغيري في الكلام. فكرة. قلمك ليميني على قلمك. تلغرافكم وصل في حين. ما فيهاش حاجة. نأسف لما حدث لكم. يتحط ميم ونقطة يبقى نأسف لما حدث منكم. حلو. تعجلوا بالحضور. يتحط لا وتي يبقى لا تتعجلوا بالحضور. عادي، يبقى مفيش صوت. المية والهوا، المية والهوا، المية والهوا، المية والهوا. ايه حكايتك بالظبط؟ هلكنا من الصبح بالميه والهوا. يا سلام على هوا مرسى مطروح يا رؤوف. جنان مفيش منه. لا ده انت يظهر كلام مدير اللوكان ده اثر فيك قوي قوي قوي. لو سمعته هو بيغني. يا سلام، اما عليه حته صوت. هو مين؟ مدير اللوكان ده. خير. لا تتعجلوا في الحضور. ايه الكلام الفارغ ده؟ ده انت يظهر غالي عندهم قوي. وانا اللي شايل همهم وفاكر انهم قلقانين عليا. والله يا عادل انا كنت عاوز اقول لك كلمتين من زمان، انت غلطان لانك بتعامل الناس دول معامله زياده عن اللزوم. مهما كان الحال دول قرايبي يا رؤوف. الو انت صحيت؟ اهلا سهير. الله، امال فين نرجس؟ قاعده تحت، والنبي عادل انا مش قادره افهمك ابدا. ليه؟ حد ينام ويسيب الطقس الجميل ده، الهوا والميه. ايوه الهوا والميه. الله الله، احكي ايكم، وانت كمان الميه والهوا اثر عليكي؟ قوي قوي يا رؤوف. الله عبدول، انا عايزه اقول لك حاجه. إيه؟ ولا بلاش. ايه؟ قولي. لا يا اخويا احسن تزعل مني. يعني نفسك تقعدي لك يومين ثلاثه؟ يا ريت. طيب يا ستي مفيش مانع. اظن انت فاهمه ان هقعد هنا عشان خاطر. امال عشان خاطر؟ لا. حلوة قوي، مين علمها لك؟ أبلة. أبلة مين؟ أبلة ليلى. وأبلة ليلى تبقى مين؟ تبقى المدرسة بتاعتي. كده؟ طيب روح يا شاطر. حصان خروف 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 خروف. يلا قولوا لوحدكم بقى. وبعدين مين اللي عمل كده؟ الله، انا بقول مين اللي عمل كده؟ الروسية؟ ايوه، مادام ماليش مطرح هنا في المدرسة نتعلم بره. ما تتعبش نفسك، مش هعلمك. هكون تلميذ مجتهد. لا حرام عليكي. برضه لا. طيب اسمحي لي بقى يا ابله، هدخل الحصة. استنى بس، انت اتجننت. هتيجي الساعة 7؟ ايوه بس روح دلوقتي، اعمل معروف. هستناكي في مطرح ما تقابلنا. ايوه فين؟ بين المية والهواء. ولا ما اروحش يا مجد؟ قلبك بيقول لك ايه؟ قلبي اتاخد مني على غفله. انا اعرفه؟ لا ما تعرفيهوش، هو غريب. وعرفتيه امتى؟ امبارح بس. ولحق يشغل بالك قوي يا مجد، قوي 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 قوي. صحيح انا عرفته امبارح بس، لكن زي اللي بقالي مده طويله اعرفه. ان كان كده هتبقي غلطانه ما طوعتيش قلبك. خايفة قوي يا ماجدة. على كل حال دلوقتي الساعة بقت 7:30 وده ما نروح. بقى لطعيبة. ايوه، وفضلت نص ساعة مستني بين المية والهوا. اسمتي كده. اشمعنى في مصر يا اخويا ما كنتش بتستنى حد ابدا؟ معرفش. ما تعرفش؟ طب شكلها ايه ابله هانم دي بقى؟ برضه معرفش. برضه ما تعرفش؟ ايوه بس يعني طويلة، قصيرة، تخينة، رفيعة، وحشة، حلوة. معرفش. اسمع، تكونش قابلت جنية البحر. جنية وانت يا محمد. جنية؟ انت بتقول فيها؟ كده. الله يرحمك ويرحمني ويرحم سهير كمان. اوعى تجيب لها سيرة. سيرة؟ ودي سيرة تتحكي؟ في صحة أبلة، عقبال ما نفرح لك بالابتدائية يا حبيبي. صباح الخير يا ولاد. لا يا ولاد بلاش دم دلوقتي، هتجيبوا ده تاخدوا كراريسكوا وتشوفوا. أبلة نسيت كراسي في البيت. طيب معلش، الظاهر يا ولاد إن جالكوا تلميذ جديد في الفصل. انت اسمك ايه يا شاطر؟ اسمي عادل يا ابله. عادل خيري. وانت من هنا يا شاطر؟ لا يا ابله، انا من مصر. وايه اللي جابك مرسى مطروح؟ اصل سمعت ان في مدرسه مدرسه حلوه. لكن انت مش شايف انك يعني كبير شويه اصلا؟ اعمل ايه يا ابله؟ حبيت اخد دروس خصوصيه، محدش سأل فيا. شوف يا شاطر، انا ما عنديش مانع ابدا ان اساعدك، بس دلوقتي تاخد بعضك وتروح زي الباشا، وانا هبقى ادور لك على مدرسه خصوصيه. بس انا يا ابله سمعت الكلام ده كتير قبل كده. لا المره دي بحق وحقيقي، بس المهم انك تروح. امرك يا ابله. بس وحياتك يا ابله اوعي المدرسه تتاخر عن الساعه 7، احسن انا بنام بدري. وهو كذلك. سعيدة يا ولاد. سعيدة يا ولاد. عايزني اديله دروس خصوصية؟ لا، ان كان كده لازم تقابليه، من واجبك انك تقابليه، وما تنسيش كمان انك مدرسة. مش كده يا مجدة؟ يلا انا احسن اتأخرت، اصل لازم اقابله الساعة 7. اتقل شوية. ما اقدرش، ده النبه عليا ما اتأخرش، اصل بينام بدري. يا اختي علي، 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 يا اختي عايزني ليه يا اختي؟ يا اختي علي، يا اختي عايزني ليه يا اختي؟ هيقول لي ايه يا اختي؟ يا اختي، يا اختي علي، يا اختي. شوفي حيرتي وخوفي وانا رايحه له، روحي مش قادرة اجيله، مالي مالي وماله، مسألش عليه هسأل عليه، أنا خايفة منه وروحي فيه، مسألش عليه هسأل عليه، أنا خايفة منه وروحي فيه، يا أختي عليه يا أختي عليه يا أختي عليه يا أختي عليه، يا أختي عايزني ليه يا أختي، هيقول لي إيه يا أختي يا أختي يا أختي عليه يا أختي. ليلى كنت خايف لما تجيش. أنا جاية بس عشان أقول لك. تقولي لي إيه؟ إن ما كانش لك حق في اللي عملته النهارده. أحرجتني قدام التلاميذ. عندك حق. أنا وعدك إن ما أعملهاش لو توعديني إن مقابلتنا دي مش آخر مقابلة. أنت عايز تقابلني تاني ليه؟ معرفش. إذا سألت قلبي يمكن يرد عليكي. شعور غريب بحس بيه لأول مرة. أنا عارف إن بعد شوية هتفوتيني وتقولي لي ما أقدرش أتأخر أكتر من كده. أنت هتسيبيني من هنا وأنا هندم من هنا وأقول لنفسي إمتى هشوفك تاني؟ أديني كلمتك عني وأنت جيتي ليه؟ علشان وعدتك ولا أحبش أخلف وعدي. بس عشان كده؟ وعشان ما هونتش عليا أسيبك تستناني زي امبارح. صحيح، وعشان إيه كمان؟ وعشان انا اتاخرت قوي ولازم اروح. مش قلتلك؟ معلش، اذا كنت عايزه ترجعي ما اقدرش امنعك. انا كان بودي اقعد كمان، لكن بقى خايفه، مش كده؟ خايفه من ايه؟ اكمني غريب وما تعرفيش حاجه عني. ما انت قلتلي على اسم. اسمي مش كفايه، كنت عايزه اقول لك حاجات كتير لكن انت مستعجله. اعمل ايه؟ خليها لبكره. احنا هنتقابل الساعه كام تاني عشان نعرف بعض اكتر من كده؟ بس ارجوكي خلي ميعاد بكره الساعه 6. الساعه 6 بدري. تبخلي عليا بساعه زياده؟ لا ابدا، عن اذنك. ليلى بكره وحياتك بلاش تجيب صاحبتك معاكي، مفيش لزوم. مش عارفه عادل اتاخر ليه وهو هيروح فين، مش قال لك بيشم الهوا؟ يعني مرضيش ياخدني معاه ليه؟ يا بنت الحلال، وانت خايفه من ايه؟ مش عارفه الفار بيلعب في عيلتك، كان في مصر كان معلش، لكن في مرسى مطروح مش معقول. يعني احنا خالصين من مصر؟ ما هو 3 تليفونات من سلوى. يا ما انا خايفه احسن حكايه التلغراف دي تنفقس. مساء الخير. عادل كنت فين؟ اتاخرت قوي. كنت بشم الهوا. امال فين رؤوف؟ عادل عن اذنكم. التليفونات بيقول لك من مصر وسهير قاعده على نار. يا سلام على خفه دمها يا رؤوف. طب يا اخي كنت خدنا معاك ولا ايه يا سهير؟ لا سيبوه على راحته، اتبسطت في البلاش قوي قوي، كان لازم تكوني وياي. على البيت تليفون من مصر. ايوه في الكابينه من مصر. الو مين؟ ايه الحكايه يا سعاده؟ لو ما كناش نسال عليك ما تسالش علينا؟ يظهر ان الجو عجبك قوي في مرسى مطروح. قوي قوي، ما عندكيش اي فكره. وناوي تقعد هناك على طول؟ مش ده اللي طلبتيه مني في التلغراف؟ ايوه. انت نسيتي اوان؟ لا تتعجلوا في الحضور. احنا نقول كده؟ ده انا كاتباه بايدي، تعجلوا بالحضور. انت لازم قريت غلط. طيب دي غلط. وجمله ونأسف لما حدث منكم. لكم مش منكم. لا سلمت نظر. المهم انت راجع امتى؟ قريب ان شاء الله. لا تيجوا ازاي؟ انا هسيب مرسى مطروح ورايح على السلوم، هقعد يومين ثلاثه هصطاد. ايوه هصطاد، بعدين هبقى ابعت لكم. مع السلامه، سلمي على عمتي. بسلم عليكي حضرتك. ايه حكايه التلغراف ده بالظبط يا شريف؟ انا متهيألي بتمحك. ما تهلوش، كلها يومين وهيكون هنا. ايوه بس كان يكتب كتابه في الاول وبعدها يروح في 60. ما تخافش، مسير الطريقه في العسل. ليلى تعرفي قبل ما تيجي كنت قاعد بدردش مع البحر بقول له ايه؟ كنت بتقول له ايه؟ كنت بساله عنك فقال لي انك جايه في الميعاد. كذاب، البحر ما يكلمش الغرب. دلوقتي ما بقتش غريب، من كتر ما شافني معاكي بقينا معرفه. ما كنتش مصدق ان مرسى مطروح فيها الجمال ده كله الا بعد ما شفته بعينيا. صحيح عجباك؟ كل حاجه فيها عجباني، السما والرمل والبحر اللي بيضحك في عينيكي. البحر دايما بيضحك لي لما بكون جنبه. وازاي تفهمي لغته؟ الموج بيكلمني وبكلمه، لما بكون زعلانه باجي اشتكي له الاقي الهم زال عني، ولما بكون فرحانه اغني له الاقي الدنيا كلها بتفرح لي. ودلوقتي الموج بيقول لك ايه؟ الموج دلوقتي ساكت بيسمعنا. اسمع، تعرفي يا ليلى الامواج مش ساكته زي ما انت فاكره، دي الامواج بتوشوش بعض. خزري بتقول ايه؟ ايه؟ بحبك يا ليلى. لكن ده ما كانش حب، ده كان لهو وتسليه. انت بتتكلم جد؟ طبعا. لكن يا اخي ده انت ما لحقتش تشوفها 3 4 مرات على بعض. انا حبيتها من اول مره ومتهيألي اني ما عرفتش حد غيرها طول عمري. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اسمع يا عادل، من الصبح يا حبيبي نلم شنطنا وعلى مصر على طول. وفكرك ده حل؟ الظروف والظروف اللي زي دي احسن حل. واسيب ليلى تقول عليا ايه؟ تقول لي تقوله، هي هتشوفك بعد كده. واذا هربت منها اهرب من نفسي ازاي؟ ده موضوع تاني هنتكلم فيه في مصر. في مصر تحليلي من غيرها. ايه؟ انت بتفكر تاخدها معاك مصر؟ ان جيت للحق ده اللي بفكر فيه. انت اتجننت يا عادل؟ هي ليلى تقدر على مصر، تقدر تجاري الوسط اللي احنا عايشين فيه. انت نسيت البلاوي اللي وراك، نسيت سهير وسلوى. بلاش سهير وسلوى، عمتك شويه تفتكر انها هتقبل ان واحده غريبه تحل محل بنتها؟ مش هتقبل. كلمه هو يعني شخص مش موجود. ايه يا نبيل؟ هو زعلان ليه؟ احنا مش كلنا مبسوطين؟ لازم يكون هو كمان مبسوط. هو مبسوط. برافو يا نبيل. ايوه الجواب علشانك يا ليلان. علشان؟ منين؟ من الدكان ده يا فندم. الدكان ده؟ طيب متشكرة قوي. العفو يا فندم. حبيبتي ليلى، في اللحظة اللي هيوصلك فيها جوابي أكون أنا في طريقي لمصر. ظرف مفاجئ اضطرني للسفر من غير ما أشوفك. كان لازم أجي أودعك، لكن خفت من ألم الفراق. أشكرك من صميم قلبي على الأيام السعيدة اللي قضيناها سوا. الأيام اللي مرت عليا زي حلم جميل، واللي هيفضل ذكراها مطبوع في قلبي لآخر لحظة في حياتي. الوداع يا أغلى شيء في الوجود. ليه هو حد بيجري ورانا؟ الثانية طارت ولا اللي في مصر وحشوك قوي؟ طب خلاص بقى كده هعدي اهو. يا مسافر وناسي هواك، رايدك والنبي رايدك، رايدك والنبي والنبي رايدك. احلف لك بدمع العين ولا لك شي عليا يمين، احلف لك بدمع العين ولا لك شي عليا يمين. ان فاتت عليا سنين حفتكرك ولا انساك، رايدك والنبي رايدك، رايدك والنبي والنبي رايدك. تسألني صحيح حبيت، لا جاوبتك ولا خبيت، تسألني صحيح حبيت، لا جاوبتك ولا خبيت. يا ريت الكلام يا ريت وفاني وبحب هواك، رايدك والنبي رايدك، رايدك والنبي والنبي رايدك. احكيله يا موج مطرود عالقلب اللي بات مجروح، احكيله يا موج مطرود عالقلب اللي بات مجروح، من فرقة حبيب الروح، روح قوله ده قلبي معاك، رايدك والنبي رايدك، رايدك والنبي والنبي رايدك. أول مرة بتاخد مطرحي وتطلع على طول. هتعمل إيه يا عادل؟ شايف العربية اللي جاية هناك دي؟ هرجع فيها مرسى مطروح. الله لكن يا عادل أنا قررت خلاص. إيه جرى إيه؟ في إيه يا عادل؟ الله حصل إيه؟ لا مفيش حاجة، هشوف الكواتش. يلا يا رؤوف. عادل 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 عادل، سمع يا رؤوف إيه ده؟ عادل يا عادل عادل. ليلى يا فندم لسه مش خلعت، لسه واخده زياده. خلاص يا خريستو حضر الطاولة. ايوه كده. ايه حضرتك تبعته التليجراف؟ التليجراف طويل قوي. اوه اخمر ايه التليجراف دي؟ طاهر يا فندم المكتب قفل يا ابني، بس ده ظرف استثنائي والموضوع مستعجل جدا. انت دايما يا ابني مستعجل، من ساعة ما عرفتك كنت مستعجل. واكد لك يا طاهر يا فندم ان المرة دي هتعذرني، ان شاء الله هكون عند حسن ظنك. طب هات يا ابني اللي انت عاوز تبعته. تسمح لي امليك؟ مليني كمان. اتفضل مال. ابنتكم ملكت فؤادي، وادي لا اطيق العيش بدونها، دونها واطلب القرب منكم ومن- وارجو الموافقه. الرد سريع جدا. عادل خيري. مبروك يا ابني مبروك. اتاريك معذور صحيح، واسم المرسل اليك اسمك بالكامل ايه يا طاهر افندي؟ اسم طاهر نصر. اذا المرسل اليه طاهر افندي نصر. انا ايوه يعني حضرتك طالب بنتي انا، اذا ما كانش عندك مانع. لكن يا ابني دي مفاجاه. انا احب المفاجآت. ثم دي مسألة ما يصحش تبت فيها بسرعة كده. تسمح حضرتك تتفضل معايا في البيت. ادي كل المعلومات بخصوص عائلتي. اما بخصوصي انا فمش هيكون لي هم في الدنيا الا اسعاد ليلى. ده شرف عظيم يا ابني. انما يعني حضرتك مش شايف ان طلبك ده فيه شيء من التسرع؟ ثم ما فكرتش هيقولوا ايه اصدقائك واصحابك ومعارفك لما يشوفوك اتجوزت بنت راجل تلغافجي بسيط زي حالاتي؟ يا طاهر يا فندي انا ما يهمنيش كلام الناس، وعلى العموم انا ماليش غير صاحب واحد اسمه رؤوف، اما الباقي فمجرد معارف ومحاسيب كل همهم انهم يعيشوا على حسابي، واللي زي دول رايهم ملوش اي قيمه عندي. يعني مش هيجي يوم تندم على جوازك من بنتي؟ اندم؟ انت بتكلمني على اعتبار ان ليلى اقل مني، لكن في الحقيقه اذا كنت انا اغنى منها بمالي فهي اغنى مني باخلاقها. استغفر الله يا ابني، استغفر الله. دي الحقيقه يا طاهر افندي، واتمنى ما ترفضش طلبي. يا ابني مين ما يتمناش الستر لبنته؟ انا راجل كبرت دلوقتي وبقت ايامي في الدنيا معدوده، وكل اللي يهمني سعادتها. يعني قبلت؟ والله من جهتي انا مفيش مانع، انما يعني لازم اخد رايها برضه. ما دام كده اكون سعيد اكتر لو سمحت وجيت معانا مصر. بيتي هيكون بيتك، واسيب مرسى مطروح البلد اللي اتولدت وعشت فيها، اسيب البحر الجميل واخواني اللي بيحبوني واحبهم، اسيب وظيفتي. لا يا ابني اسمح لي، عند اذنك. اتفضل. سمحت كل حاجه يا بابا. وايه رايك؟ اللي تشوفه يا بابا. مبروك يا بنتي، ربنا يهنيكم ويسعدكم. مش ممكن يا سعاد، ده كلام ما صدقوش ابدا. بقول لك عادل ساب سلوى واتجوز بنت تل الرفجي. بنت تل الرفجي يا دي الفضيحه. وتعرفي بيقضوا شهر العسل فين؟ فين؟ في سويسرا. طب ما تعرفهاش ازاي؟ انت مش كنت معاهم في مرسى مطروح؟ وانت مزعل نفسك ليه؟ بكره هتشوفهم. ما اشوفش واحد. كلها يومين وهيرجعوا من شهر العسل، والخبر اللي النهارده بفلوس بكره هيبقى ببلاش. رجعوا النهارده؟ يا الف حمد لله على سلامتهم. لا ما كلمونيش لسه. معلش انت عارفه بقى شهر العسل ولخمته. هو معقول هينسى عمته؟ سلوى بخير يا حبيبتي، خرجت تتفسح مع مصطفى. ما هو مصطفى شاب جانتي قوي. الله يا حبيبتي، الناس ابتدت تشمت فينا. بتكلمني عشان تغيظني؟ ده انا اللي مكسوفه من اصحابي. ما هو من دلعك، بنت فلاحه طلعت اشطر منك. اعمل له ايه؟ يعني مفيش غيره؟ هو احنا لاقيين؟ هتكلمي مين يا ماما؟ هكلم عادل، لازم اداري اموري قدام الناس، ومهما كان اسمه ابن اخويا ومين عارف. الو عادل، اخص عليه بقى كده، تيجوا النهارده ولا تدونيش خبر؟ في الحقيقه يا عمتي انا كنت خجلان ومش عارف اكلمك ازاي. علشان جوازك يا حبيبي، اسمه ونصيب، بس مش كنت تدينا خبر علشان نفرح بيه؟ ولا تتجوز كده سكيتي وترجع سكيتي؟ اعذريني يا عمتي، اصل الموضوع حصل فجأة، ودي اول مرة اتجوز، وان شاء الله تكون اخر مرة. ها طمني، مبسوط؟ مبسوط قوي؟ ها قولي، وامتى ان شاء الله هنشوف العروسة؟ لازم امورة. هي من جهة امورة امورة، انا متأكد انك هتحبيها، وهي كمان عايزة تشوفكم النهاردة. لا احنا لسه جايين تعبانين من السفر. ان شاء الله، مع السلامة. انا ما كنتش فاهمة ان الناس بتحبك للدرجة دي، كنت فاهمة انا لوحدي بس. دي عمتي يا عبيطة، واللي قبل عمتك. معارف ايه؟ انت هتغيري؟ ما خبيش عليك شوية، مش لازم تعذرني يا عادل. شهرين دلوقتي واحنا مع بعض، لا نعرف حد ولا حد يعرفنا، وفجأة كده الناس ابتدأت تشغلك عني. مفيش حاجة أبدا تشغلني عنك، وأنا بكلمهم قلب معاكي، إنما أعمل إيه؟ واجبات لازم الواحد يأديها، وإذا كنت متضايقة بلاش أرد على التليفون. تسمح ترد على التليفون؟ ألو؟ عادل؟ يا هراب يا مقلبجي، اخصى عليك كده تعملها فينا. رؤوف ما قالكوش؟ سهير أنا متفاهم معاها. مش قادر اخبي اللي في قلبي. وبعدين يا جماعه انتوا هتشاوروا لي الجواز ولا ايه؟ ما الواحد مبسوط كده. كنت بقول زيك. ما سيبني انا مستعد اغير رايي. وحياتك يا ليلى هاني ما عندكيش اخت. حاضر هدور. اتفضل يا استاذ. عادل يا الف حمد لله على سلامتك، يا الف مبروك يا حبيبي. ايوه كده يا اخويا البيت منور، ده كان ناقصه ست. اهلا عمي. اهلا يا حبيبتي، ايه الجمال ده كله يا روحي. تعالي يا روحي في حضني لما ابوسك، تعالي. ده انت يا اختي بقيتي زي بنتي تمام، هاتي بوسه والنبي كمان يا روحي. ميرسي يا عمتي. يا اختي عليكي طالعه تعمل بقك قوي ولدي عمتي دي. بس اسمعي يا ليلى، عمك شريف بيه منتظر يشوفك بفارغ الصبر، تحبوا تشرفونا امتى؟ زي ما يحب عادل. عادل؟ الله، طب وش دخل عادل؟ احنا ستات بينا وبين بعض. ها تحبوا تيجوا بكره؟ لكن يا عمتي ما لكنش ولا حاجه. الله، هو انت مش عايز تعرفنا باهلك ولا ايه؟ خلاص منتظرينكم بكره على العشاء. اخبار يا ليلى. اخبار يا عمتي. اخبار يا عادل. رؤوف، طيب اسمع، يبقى تعالى بكره اتعشى معانا. واو كده. اخبار عليكم. اخبار، مع السلامه. الله يسلمك يا روح. الله يعزك يا حبيبتي. انا يا روح. وضروري بقى نعزم حييم كمان علشان ترد فيه الروح يا عيني. الو ثانيه يا هانم. بونجور يا حبيبتي. اسمعي، انا عازماكي بكره الساعه 9 عندنا هنا في البيت. بمناسبه ايه؟ هو انت ما دريتيش؟ مش عادل رجع؟ ازعل ابدا والنبي، طب ده زي ابني تمام. لا 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 اطمني، اعزمي كل حبايبي. اهلا رؤوف. اهلا وسهلا. عادل جه معاك؟ زمانه بقى ورايا. ايه الحكايه يا سلوى؟ تحكي علينا ولا ايه؟ يعني الساعه بقت 9:30 ولسه ما جوش. صبرك يا حبيبتي، ولا يمكن عادل غير فكره واتكسف يوريها لنا. حقك تبقى مصيبه. مصيبه على ايه؟ زمانهم جايين. بصحتك. بصحتك. صحيح كل الكلام اللي بيقولوه على مرات عادل يا دريه هانم، مفيش دخان من غير نار، والنبي يا اختي لو غلطت ولا حصل منها حاجه ما تبقوش تعيبوا عليها، لانها مهما كان اسمها مرات عادل. يا سلام على طيبه قلبك يا دريه هانم، بعد كل اللي حصل من عادل لسلوى الواحد مش مصدق. يا اخي يا ستي اعملي طيب وارميه البحر. عن اذنك يا روحي. اتفضلي يا روحي. بقى مش عيب يا شنوبي تضحك على صاحبك القديم حليم اللي دايما تلقاه وقت الزنقه قدامك. مش الكلام ده يا خواجه حليم، انا ما ضحكتش عليك، انا حتى جايبه مخصوص هنا علشان تشوف بعينيك. الجوازه دي مش هتدوم. اوعى تكوني موهومه. ابدا يا حبيبي طول ما انا جنبك. اهلا اهلا عادل، اهلا يا حبيبي، اهلا اهلا يا ليلى يا روحي. اتاخرتوا كده ليه؟ احنا قلقنا عليكم. تعالي يا حبيبي تعالي. الله غير ايه يا جماعه؟ مالكم واقفين مبلمين كده ليه؟ ايه ده عادل نسيتوه؟ مبروك يا عادل، مبروك يا هانم، مبروك يا عادل. بس يا جماعه مبروك يا عادل قدامكم. تعالي يا ليلى، تعالي يا حبيبتي، انا هعرفك. تعالي. ايه الناس دي كلها يا عمتي؟ هي دي الحفله العائليه؟ اعمل ايه يا حبيبي؟ يا حبيبي الناس كلها سمعت انكم جايين فجايين يسلموا عليكم، اعمل ايه؟ اطردهم؟ بس كان واجب تدينا خبر. الحمد لله اللي رؤوف كلمني بالتليفون ونبهني. لا 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 انا زعلان منك خالص يا عادل، اوعى تكلمني. ليه يا عمي؟ كنت عاوز تخبي علينا الجمال والحسن ده كله؟ شايفه لونه؟ عم ابوسك يا بنتي. يا عم ما شاء الله ما شاء الله. عادل يا حبيبي يا عادل وحشني موت. كده تنسى سلوى؟ هو الجواز بيعمل فيك كده ولا ايه؟ بكره لما تتجوزي تعرفي. مش تعرفني؟ سلوى بنت عمتي، ليلى مراتي. ليلى يا روحي على اسمك. قد ايه انا فرحانه بيكم، اصلنا بنحب عادل من زمان وهو بيحبنا، وان شاء الله انت كمان تحبينا. كفايه اعرف انكم بتحبوه عشان احبكم. تسمحي لي بعادل يا ليلى؟ قوي قوي. اوعي تكوني زعلانه يا حبيبتي. ازعل من ايه؟ ولا بلاش بلاش. ايه يا عمتي؟ اسمعي يا ليلى، انا عايزه اقول لك على حاجه عشان اخلص ضميري بيني وبين ربنا. اصل عادل وسلوى كانوا مخطوبين لبعض وهم لسه قد كده. انا متاسفه قوي يا عمتي، اعمل ايه؟ الاسمه جت كده. لا ابدا يا حبيبتي انا ما اقصدش حاجه ابدا، ربنا يهنيكوا ويمتعكوا ويكفيكوا شر عينين الناس. اوعي تكوني زعلانه عشان بيقص مع سلوى، اصلا بيحبوا بعض لكن حب اخوي. اهلا ليلى هانم، اهلا اهلا. اهدى اهدى، ده انتم مستجيبين قوي. يلزم خدمه؟ لا ما نستغناش. انا هسيبك بقى يا ليلى عشان اروح اشوف الضيوف، خليكي مع رؤوف. هي كانت بتقول لك ايه؟ ولا حاجه. اسمعي يا ليلى، اذا كنت عاوزه تعيشي سعيده صحيح ما تسمعيش كلام الناس ابدا. عادل له ماضي كاي شاب، لكن المهم انه دلوقتي بيعزك وبيحبك جدا. متشكرة يا رؤوف. انت قلقتي يا حبيبتي؟ ابدا، رؤوف كان معايا. صحيح يا ليلى صوتك حلو زي ما عادل بيقول. ما تصدقيش عادل، اصل دايما يبالغ. ازاي؟ ده هو لسه قايل لي ان صوتك سبب في حبكم. الله، هو انت حكيت لها يا عادل؟ وفيها ايه؟ انا عايز كل الناس تعرف. والنبي يا ليلى تغني حته قد كده عشان خاطري انا. بس اصلي افكتي. يا سلام لو كان صوتي انا حلو كنت زماني غنيت. والنبي يا ليلى عشان خاطري. اسمعوا يا جماعه، ليلى هتغني لكم غنوه من مرسى مطروح. لما تشوف عيونه تضيق يقضي عمره بطريق بلا له وطن ولا حي، واللي ما طلش نصيب في الحب ما طل شيء، في الحب ما طل شيء يعدي من عيني يعدي من عيني. الحب ده كلمة حلوة فهمناها يعدي من عيني، الحب ده كلمة حلوة فهمناها يعدي من عيني، والحب ده نعمة غالية وصنعها يعدي من عيني، والحب ده اسمه عشنا ونولنا عشنا ونولنا. شريك وشريكي وش يعملوا قدامي يعدي من عيني يعدي من عيني. عندك كده دي الحفله اللي شرت بيها، دي اللي كنت ناويه تهزقيها. سيبني يا شريف، بالغول بالله انا فين؟ دي ما في حد ما اعجبش بيها. بس بطي صوتك، مش طبيعي قدام الناس. الحب كان لنا فين، جانا في غمضة عين، طب قلبنا الاتنين معرفنا جانا منين. الحب كان لنا فين، جانا في غمضة عين، طب قلبنا الاتنين معرفنا جانا منين. تسلم يا نور العين من الفراق والبين، من الفراق والبين يعدي من عيني يعدي من عيني. شريك وشريكي وش يعملوا قدامي يعدي من عيني يعدي من عيني. لا يجي يوم ويقل حبك ليا. اليوم ده مش هيجي ابدا يا حبيبي. لو كنا عايشين لوحدنا كنت اصدق، لكن الليله دي حسيت انك مش ليا لوحدي. وسط الناس دي كلها ما شفتش حد غيرك انت. وسلوى سلوى هما بدأوا يوقعوا بيني وبينك. سلوى مفيش أي علاقة بيني وبينها. أهلنا وإحنا صغيرين خطبونا لبعض، والناس أشاعوا إننا مخطوبين وهنتجوز، وأنا ماليش أي دخل في الموضوع ده. اوعى تكون اتضايقت من سؤالي يا عادل. بالعكس أنا مبسوط لأني شرحت لك كل حاجة. ودلوقتي يا أبلة ليلى الابتسامة، الابتسامة اللي بتنور لي كل حاجة في الدنيا. طلبت النمرة يا نرجس، بطلبها. يا ما انا خايفة احسن حكايتنا تنكشف واخسر عادل على طول. ضربوا العور على عينه قالوا خسرانة خسرانة. الحكاية في ايدي، بس المهم تمثلي الدور كويس. الو عدولة؟ اوه باردون، لا مؤاخذة، يظهر ان النمرة غلطانة. لا يا فندم، النمرة مش غلط، هنا بيت عادل بيه يلزم خدمة. يو فاطمة، ما عرفتش صوتك يا مضروبة. اسمعي يا بنت، لما يجي سيدك عادل بيه قولي له ان ست سهير عايزاك. سهير قد ايه مرسى مطروح وحشة من غيرك. كل حاجة هنا بتفكرني بيك، المية والهوا. حمادة والأولاد سألوني عنك وبيقولوا لي ازاي يا أبلة، وحشتنا أبلة. فاكرة يا أبلة؟ قلت لهم أبلة وعدتنا بزيارة في الصيف الجاي، مش كده يا ليلى؟ ولا السعادة اللي انت فيها نسيتك مجدة ومرسى مطروح والأيام الحلوة اللي قضيناها سوا؟ الله، هو نور ما قالكش إن في واحدة سألت عليك مرتين اسمها سهير وعايزاك ضروري ضروري؟ سهير؟ سهير سهير سهير، آه افتكرت، هبقى أكلمها. كملي، مجدة بتقول إيه؟ مين سهير دي يا عادل؟ واحدة معرفة. معرفة؟ وفاطمة؟ فاطمة؟ برضه معرفة. وفاطمة معرفة كمان؟ غريبة. غريبة في ايه؟ يا شيخة ما تشغليش زي دول. كملي الجواب، كملي. عمي طاهر افندي بيهديك السلام انت وعادل وبيدعيلكوا بالسعادة والتوفيق. سلمي لي على اللي خطفك منه يا اختي علي. يا اختي علي؟ يطلع مين ده يا اختي علي؟ انا؟ هيكون مين غيرك يا حبيبي؟ الو؟ ايوه عادل، تليفون علشانك، وارجوك تقول لهم ان مفيش حد اسمه فاطمه هنا. الو مين؟ مين؟ لحقت قوام تنسى صوتي يا سعاد. انا سهير افندم، يلزم خدمه؟ الموضوع ده انتهى من زمان. لا لا، انا مش بكلمك عشان كده، أنا مقدرة ظروفك، لكن في حاجة يهمك إنك تعرفها. اتفضل، أنا سامع. ده شيء غير ممكن. نتقابل عند نرجس في العوام. أورفوار. أوعى ما تجيش. ربنا يتمم بخير. فاضل ليلى. إيه رأيك يا ليلى لو رحنا؟ وحياتك يا عادل، مرة تانية ما تبقاش تخلي سهير تتصل بيك هنا. يا شيخة، انت فاكره سهير تبقى مين؟ دي صاحبه رؤوف، وفي بينهم شويه زعل، فبتشتكي لي سعاده البيت. في ايه يا نور؟ رؤوف بيه يا سعاده البيت. رؤوف هو فين؟ ابن حنان وفر عليا المشوار. خليه يتفضل. اتفضل يا سعاده البيت، اتفضل. اهلا يا رؤوف، سلامات. خلي بالك، سهير اتكلمت في التليفون وقلت لليلى انها صاحبتك وانكم متخانقين سوا. وحشتني يا اخي، سلامات. تعالى تعالى، اوعى تغلط. لا احنا هنقضي السهره هنا في البيت. ده انا يا اخي عايزك في موضوع مهم جدا. عارف الموضوع اللي عاوزني فيه. مساء الخير يا ليلى. لازم سهير قلب الدماغ في التليفون. ايوه يا اخي، ارجوك تفهمها ما تضربليش تليفون هنا في البيت. اتفضل. المهم انتهيتوا على ايه؟ ولا حاجه. انت عارف ان انا بقيت راجل متجوز وما تدخلنيش في مشاكلكم، ولا ايه يا ليلى؟ عندك حق. الساعة 6:15 ولسه ما جاش. اطمني، أكيد جاي. المهم أنت وظبتي الكلام اللي هتقوليه له. ما تخافيش عليا، بس أنت اوعي تبوظيلي الحكاية. العريس طب على أسنانه، استني. لا يا شيخ، حضرتك تنازلت وجيت. كنت مستكتر عليا مقابله بعد كل اللي حصل ده. وبعدين معاك يا سهير. اتفضل يا عادل، اتفضل. هو عادل جاي عشان تتعاتبوا ولا عشان تتفاهموا سوا؟ خلاص اللي فات مات. حكيم انت عصبيه كده. اتفضل يا عادل، ما تاخذهاش. متشكر. افندم، عايزه مني حاجه؟ تشرب حاجه؟ لا مفيش لزوم. افندم. افندم؟ حلو قوي يا افندم. ايه ده كله؟ ايه الاحساسات الرقيقه اللي نازله على جثتك؟ هو الجواز علمك الادب ولا ايه؟ العفو، عشرتك الجميله هي اللي علمتني الادب. افندم مش هكتر عليك، بس ارجوك انه ما تقاطعنيش. قدامك 5 دقايق تقدري تقولي فيه اللي انت عايزاه. حضرتك مستعجل ولا الست منعاك انك تتاخر؟ الو الو، حضرتك سعاد على الساعه. انت مش فاهمني ولا ايه؟ انا بقفل من عليك ولا حضرتك نسيت ال5 سنين اللي قضيناهم سوا؟ دول 5 سنين مش 5 ايام. ولا عندك تاكلني لحمه وترميني عظم. ال5 سنين دول قبضت ثمنهم مقدم، كنت بتاخدي مني 200 جنيه في الشهر. عايزه ايه اكتر من كده؟ تضمن لي مستقبلي. مين ده اللي هيتجوزني بعد ال5 سنين اللي قضيتهم معاك؟ انت خدتني وطلعت سامعيني اعمل فيك ايه؟ عايزه فيك انت الفلوس. هو انا بتاع الفلوس؟ يا خساره العشره ويا خساره ال5 سنين. تخرسي، انت جايباني هنا عشان تردحيني؟ الحق عليا، انا اللي ما رحتش بيتك وفتحتك قدام مراتك. ده انت لو جيت هقطم رقبتك، فاهمة؟ مش عارفه مالي زي اللي دخت شويه. هعمل لك فنجان تاني يا حبيبتي اذا سمحتي. قوي بقالها قد ايه يا نور؟ بقاله زي ساعة يا ساعة البيت. غريبة ملهاش عادة تتأخر. الجايب حجته معاه. ألو عمتي؟ لا ليلى عندكم؟ ما جاتش؟ لا أصلها اتأخرت وملهاش عادة تتأخر. طيب يا عمتي متشكر. يا هانم الله مش انتي؟ نعم. هتعملي نفسك مش عارفاني ولا ايه؟ انا سهير. سهير؟ وانا ايه اللي اخرني لغايه دلوقتي؟ وايه اللي لخبط هدومي بالشكل ده؟ اسالي نفسك ولا مش عارفه عملتي ايه؟ انا ما عملتش حاجه ابدا. الكلام ده تقوليه لغيري. نسيتي قوام الويسكي والكونياك والانسجام اللطيف اللي كنت فيه. فوق نفسك يا روحي. انا سهير. سهير اللي عادل بيه استعر منها وراح يدور له على واحده شريفه عشان يتجوزها. دلوقتي مفيش حد احسن من حد. يا مجرمه يا سافله. معلش المهم ان اللعبه خالت عليها. انا عايزه اشوف ازاي هتعيش مع جوزها بعد اللي حصل النهارده. يلا بسرعه اضربي تليفون لكمال خليه يجي يمثل دور العاشق الولهان. تفتكري كمال ولا شوف كمال يلا. الانسجام اللطيف اللي كنت فيه. فوق نفسك يا حبيبتي. انا سهير. سهير اللي عادل بيه استعر منها وراح يدور له على واحده شريفه عشان يتجوزها. دلوقتي مفيش حد احسن من حد. دلوقتي مفيش حد احسن من حد. ايوه ما جالكوش حاجه بالاسم ده؟ طب متشكر. خرجت كده يا نور من غير ما تقول لك راحت فين؟ ايوه يا سعاد البيت. انا مش فاهم حاجه ابدا. يكون جرى لها حاجه يا رؤوف. يا شيخ فلا الله ولا فالك، ما تخافش يا عادل دلوقتي مطمن. الو ايوه هنا عندي عادل خيري. الو ايوه انا. فين؟ مستشفى ايه؟ طيب انا جاي حالا. يلا بينا يا رؤوف يلا. اطمئن يا عادل بيه، الهانم بخير. اكسيدان بسيط ياخد له يومين ثلاثه راحه على الاكثر، بس هي متاثره شويه من الخط. يعني اقدر اكلمها؟ قوي اتفضل. ليلى ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ خضتينا. هو حصل حاجه ما هي بخير والحمد لله، تعرفي ده احنا كنا فاكرين هنلاقيكي في حاله. حاله ايه تفهم من بقك؟ ما تخافيش يا حبيبتي، الدكتور طمني، الف حمد لله على سلامتك. تسلم. إن قلت لك يا ماجدة إني سعيدة أبقى كدابة. عادل معايا في منتهى الرقة، مش عارف يعمل إيه عشان يسعدني، لكن الناس يا ماجدة دايما بينا، مفيش حواليا غير الغدر والخيانة. أعمل إيه في اللي انكتبلي؟ لو تشوفي حالتي يا ماجدة دلوقتي ما تعرفينيش، يمكن تحسبيني ببالغ. وحياتك يا ماجدة اوعي تجيبي سيرتي لبابا، لأن عادل ملوش ذنب في ده كله. مين؟ نور يا ست هانم. ادخل. في حاجة يا نور؟ لا أبدا يا ست هانم، بس بنطمن على حضرتك، يلزم هدمه. متشكرة يا نور. هما الجماعة لسه تحت؟ ايوه يا فندم. طيب اقفل الباب وراك، ولو سألوا عني قول لهم اني لسه نايمة. حاضر يا ست هانم. الست نايمة، انزلي تاني. يقطعك يا رؤوف. ها الست لسه نايمة يا نور؟ نايمة يا ست هانم. ايه الحكاية يا عادل؟ دي ثالث مرة اجي اذوقه فيها، انا نايمة. معلش اعذريها يا عمتي. لا ده دلع زيادة عن اللزوم قوي، ما هو مش لازم تعودها على كده، طول ما هي شايفاك جنبها هتسوق فيها. ولو كانت دي سلوى بنتي مش كنت قعدتي جنبها؟ اغص عليك يا رؤوف، ما تبشرش على بنتي. والنبي انت صعبان عليا قوي يا عادل، ما تيجي تسهر عندنا الليلة؟ معلش هسهر انا وروح. تكسف عمتك ولا مش عايز تيجي تسهر عندنا؟ بالعكس انا مش وعدتك لما ليلى تخف هنيجي نسهر عندكم؟ لما تخف. ان شاء الله هتخف، بس ادعي لها. ان شاء الله. عن اذنكم ابقى سلم لي عليها كتير قوي يا عادل، بس اوعى تنسى. انسى ازاي يا عمتي؟ او وحياتك كمان اضربي تليفون وطمني عليها. حاضر. مع السلامه يا عمتي. الله يسلمك. مع السلامه يا ست هانم. مع الف سلامه. تصرفاتها غريبه مش قادر افهمها. المفروض انها كانت تقوم من السرير من 10 ايام، لكن متهيألي انها بتتمنى انها تفضل عيانه. وايه السر في كده؟ ما حاولتش تستفهم منها؟ حاولت، لكن دايما تتهرب مني. في حاجه شغلاها، ايه هي؟ مش قادر اعرف. يا اخي لازم تقدر ظروفها، يمكن حتى اثرت فيها. لا لا، في حاجه تانية. ليلى كل ماده بتبعد عني، انا شاعر انها بتتعذب ومش قادر اساعدها. اعمل ايه يا رؤوف؟ والله انت اللي مكبر الحكايه يا عادل، كل ما في الامر انك بتحبها زياده عن اللزوم. يجوز. عن اذنك اطلع اطمن عليها. اتفضل. ليلى. ليلى. عادل. انت صحيتي يا حبيبتي. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. عمتي كانت هنا وبتسلم عليكي. ميرسي قوي يا عادل. ورؤوف كمان تحت. تحب تنزلي تقعدي معانا شويه؟ معلش بلاش الليله. زي ما يعجبك. تصبحي على خير. مالك يا ليلى؟ في ايه؟ مفيش حاجه. ما تكدبيش عليا، انت متغيره. انا عملت لك حاجه؟ ابدا. امال ليه كل ما اقرب منك تبعدي عني؟ انا ابدا. وانا هبعد عنك ليه؟ ما هو ده اللي محيرني. ايه اللي شاغل بالك؟ مش عايزه تتكلمي؟ معلش، مسيري برضو اعرف، ان ما كانش منك هعرف من الميه والهوا. الحكايه كلها مشوار لمرسى مطروح، اوشوش الموج وهو يقول لي على كل حاجه. تصبح على خير. وبعدين في العيا ده اللي مش هنخلص منه. انا كنت مع رؤوف النهارده وقال لي انها خفت، وعلى العموم هتعرفي دلوقتي. الو منزل عادل بيه. مين؟ نور. ازاي الست النهارده يا نور؟ كويسه؟ اه قامت من السرير وبتتفسح في الجنينه. عال عال نقدر نيجي نزورها النهارده؟ تقول لها مين؟ قول لها نعمه هاني. خافت. كمال جاهز؟ رهن الاشاره بس يعني على طول كده. الطير الضايق لازم تلحقيه برصاصه تانيه قبل ما يفوق. مش هنسافر مرسى مطروح زي ما وعدتني؟ ما تفتكريش اني ناسي. مش هنقعد هناك اسبوع واحد بس، اسبوعين، ثلاثة، أربعة. أنا بحلم بشهر عسل جديد بين المية والهواء. بس قوليلي، صحيح دلوقتي بقيتي أحسن؟ أنت مش شايف بعينيك؟ ساعات العين ما بتشوفش اللي بيحسه القلب. صدق عينيك. قول لي هنسافر إمتى؟ عندي شغلانة بسيطة أخلصها ونسافر على طول. أو حياتك يا عادل، لحسن بابا وحشني أوي، ومجدة ومرسى مطروح. الله، ليلى البروش مش في العلم، راح فين؟ البروش؟ أيوه يا حبيبتي، اللي قدمتهولك يوم جوازنا. أيوه صحيح، هو فين؟ لازم يكون في درج من الإدراج. عنا دي تبقى مصيبة لو كان راح. لا معلش، يمكن تلاقيه منطور هنا ولا هنا. أنا هدور عليه. نور، أسيبك أنا يا حبيبتي عشان عندي شغل. عشان تبقى ست هاني. قول يا نور، أنت ما شفتش البروش بتاعي؟ أنهي بروش يا ست هاني؟ البروش اللي كنت دايماً بشبكه في الفستان الأسود. يا ربي، أنا شفته فين؟ فين؟ يا سيدي هلط. افتكرت، كان حضرتك لابسه في اليوم اللي حصل لك فيه الكسدام. صحيح. عادل بيه موجود؟ لسه هارب دلوقتي. الهانم موجودة؟ طبعا موجود، يعني هيروح فين؟ طيب تسمح تقدم لها الكارت ده؟ حاضر. اتفضل. في واحد عاوز يقابل حضرتك يا فندم. يقابلني أنا؟ أيوه يا فندم، مستني تحت. طيب بقول له ينتظر في الصالون، أنا جاية حالا. حاضر يا ست هانم. اتفضل يا بيه، ست الهانم جاية حالا. اتفضل، دقيقة واحدة. أنت مش فاكراني ولا إيه؟ أنا آسفة أوي ما أعرفش حضرتك. إيه لحقنا ننسى أوان. أنا من معرض سهير. أظن دلوقتي تقدري تفتكريني كويس أوي. امشي اطلع بره. أنا كنت منتظر كده برضه، إنما أؤكد لك إنك هترجعي في كلامك بسرعة. البروش ده أمانة لازم أوصله لأصحابه، فإن ما كانش ليكي أروح أسلمه لعادل بيه في إيديه. يا ساتر يا ملحق. ليلى أرجوك بلاش الكلام الجارح ده، مش أحسن نتفاهم؟ عايز كام؟ امشي اطلع بره يا مجرم. نور، هي فين الست يا نور؟ في الصالون يا ست هانم. في الصالون. يا ألف حمد لله على سلامتها. أيوه كده فرح قلبي. أرجوك امشي دلوقتي. على شرط تقابليني إمتى؟ اعمل المعروف، مش وقته. طيب اسمحي لي اكلمك في التليفون؟ ايوه بس امشي دلوقتي. ليلى يا الف مبروك، يا الف حمد لله على. اهلا عمتي. لا مؤاخذه، استاذن انا بقى يا ليلى هانم. طيب وزي ما اتفقنا. هانم. نور وصل البيت. حاضر يا استاذ. اهلا وسهلا عمتي، انست وشرفتي. الله يأنسك يا حبيبتي. اتفضلي. يبقى مين الشاب اللطيف ده؟ والله ده واحد من اصحاب عادل. بين عليه لطيف قوي، بس يعني زيادته صباحي قوي فعلا. اصلا كان يفتكر ان عادل لسه ما نزلش. قلتيلي. تشربي قهوه يا عمتي؟ لا يا روحي ميرسي قوي. وازاي سلوى؟ وازاي عم شريف بيه؟ بخير، بيسلموا عليكي كتير قوي. بس قولي لي يا ليلى، انا ما شفتوش قبل كده ابدا مع عادل. هو اسمه ايه؟ والله انا مش عارفه اسمه، هو كان قال لي على اسمه لكن راح من بالي. طب عادل ولا تعرفوش؟ هو قال مش فاكره اسمه. قال هو ده معقول؟ انا شفته فين قبل كده؟ مانيش فاكره. وهتدوش دماغك على ايه يا هو واحد السلام؟ اذا كنت ساعتها كنت معايا ما كنتش تقول الكلام ده. طيب ده انا اول ما دخلت عليهم بقت تصفر وتخضر ومش عارفه تتلم عن بعضها. لا يا شيخ، زي ما بقول لك انا مش هيفتح بالي ابدا الا لما اعرف ده هيبقى مين. أنا ما عنديش مانع أقابلها مرة واثنين وثلاثة، دي حاجة حلوة أوي. أنتوا كنتوا مخبيينها فين؟ إحنا مش في كده يا كمال، الحكاية دي لازم أخلص منها النهاردة قبل بكرة. أنت مستعجلة على إيه؟ أنا مش واخد الشغل مقاولة. بس ما تضلكيش. حلوة أوي. بكرة؟ حسب ظروفها، الست متجوزة. هي صحيح وقعت فيها صحيح، إنما بقى يعني الاحتياط واجب، وأنت ست العارفين. المهم إنك تاخد منها ميعاد في أسرع وقت. ايوه بس يعني وهو كذلك وهو كذلك. حاضر. الو الو مين يا عادل؟ محدش رد. قولي لي يا ليلى، عمتي من شويه اتصلت بيا بالتليفون وعزمتنا الليله على سهره، ايه رايك؟ مش ضروري يا عادل، اصلها لحت عليا، وفي الحقيقه انا وعدتها انك اول ما تخفي نسهر سوا. وقالت لك هنسهر فين؟ والله ما سالتهاش. قلت ايه؟ خلي يا عم خلي، ما تحاولش انت ضيف الليله، ومعقوله تجيب واحده يا اخي؟ ما تضايقهاش. ايه رايك يا عم ما تيجي نروح مكان تاني يظهر ان البروجرام هنا مش حاجه؟ مش جميل لبينا بروجرام هنا. هنا مش حاجه ابدا. زمانهم يكونوا قعدوا عادل تعب بس. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، ده انت نورتينا الليله. الله ده ايه يا عالم؟ ما تنطروش يا اخي. اصل ليلى تعبانه يا عم، انت عارف انها لسه قايمه من العيا. طب ما ترقص مع سلوى. ايوه حياتك يا عالم. معلش احنا كده كويسين. بتقولي لي قومي ارقصي يا ليلى، يمكن علشان مش تاني. عادل تيجي نقوم نرقص؟ اخاف لا تتعبي. لا اصل انا نفسي ارقص. امرك يا حبيبتي، عند اذنكم. حاضر. انا كنت متاكده اني شفته قبل كده. هو مين؟ الجدع اللي قاعد هناك على البار، تعرفه؟ لا. ليه؟ ولا حاجه. الباب. قومي الباب. ميرسي. يا سلام، أنا نظري ما يخيبش أبدا. إيه ما تفهميني إيه الحكاية؟ أنت مش فاكر الجدع اللي قلت لك إني قابلته في بيت ليلى؟ هو ده اللي قاعد هناك على البار. طب وفيها إيه؟ فيها إنه من أصحاب سهير، وما دام سهير في الحكاية تبقى المسألة يعني أنا راجعة لك يا شريف. شريف حكاية زي ما فهمتك عليها هو بنفسه. ما فيش، بس تعبانه شويه. مش قلت لك بلاش رأس؟ معلش. تحب نروح يا حبيبتي؟ تروحوا؟ ايه؟ أظن يكون أحسن. تروحوا إزاي؟ لسه بدري، مش تقعدوا لما نتفرج على البروجرام وبعدين نقوم كلنا سوا. ده بروجرام هايل يا عادل، يا أخي خليك معانا أمال. ده أنت اللي تعبتي من الرقصة يا حبيبتي، هو إحنا لسه قعدنا مع بعض؟ ليلى، فين البروش اللي كنت لابساه في الحفلة؟ البروش؟ يا سلام، البروش ده كانت سلوى هتتجنن عليه. آه صحيح، فين البروش يا ليلى؟ مش ضاع يا عمتي؟ ولا ضاع؟ يا خسارة. وضع منك ازاي يا حبيبتي؟ والله مش فاكرة. ودي حاجة تتنسي؟ افتكري كويس يمكن تلاقيه. مش ممكن يا عمتي، هو لازم وقع منها في الحادثة. يا ترى مين اللي لطشه؟ مش كان حقكم بلغتوا البوليس؟ بكرة اجيب لها واحد أحسن منه. يلا بينا يا حبيبتي. ما هو لسه بدري يا جماعه، مش نستنى نتفرج على بقيه البروجرام؟ لا معلش، عن اذنكم. ان كان كده نقوم كلنا سوا. كسر. ادخل. افندم. ها ها عملت ايه يا سي كمال؟ كلمتها بالتليفون، طلع لي سعاد البيت. بقى اسمع، اذا كانش الميعاد اللي بينك وبينها هينتهي بكره يكون في علمك انك مش هتاخد مني ولا مليم بعد كده. وانا ذنبي ايه؟ انا بعمل اللي عليا. معرفش، الحكايه دي لازم تتم بكره، فاهم؟ وهو كذلك، وهو كذلك. حاضر. اسمعي يا حبيبتي، سنصل عندكم باكر، نحن في غايه الشوق الى مرسى مطروح، قبولات ليلى وعادل. ايه رايك؟ تيجي ما نبعت لهمش تلغراف ونعملها مفاجاه لبابا؟ برضه فكره. بيكون عشانك يا ست هانم. قول لهم ان احنا اتكلمنا. الله، يمكن عمتي. استنى هتكلم انا يا نور. لا اكلمها انا احسن. الو؟ ايوه يا عمتي، ازيك يا عمتي؟ بقى اسمعي، الكلام ده انا ما باكلش منه. الساعة 4 بعد الظهر انا مستنيكي في كازينو اهرام قبل مينا هاوس. 4:05 ما جيتيش، 4:10 هكون مع جوزك. مع السلامة. يوصل يوصل يا عمتي. مع السلامة. دي عمتي كانت بتطمن عليا بعد سهرة امبارح. وليه ما قلتلهاش اننا مسافرين؟ ما جاتش مناسبة. برافو يا كمال. الساعة 4؟ 4 بالظبط. ايوه عارفاه، كازينو الاهرام اللي في سكة الهرم. وابقى افوت عليا علشان العربون، والباقي الساعة 5. بس اسمع، اوعى تخليها تمشي قبل ما اجي. طيب. سلوى، شريف، أرجوك كلمة ورد غصاها، أنا محضرة لك الفلوس، هات البروش. مستعجلة على إيه؟ النهاردة آخر يوم هنقعد فيه مع بعض، مش تاخدي حاجة؟ جرسون؟ أدي المبلغ اللي إحنا متفقين عليه، هات البروش. طيب ومستعجلة على إيه بس؟ بقول لك هات البروش. والله أصل البروش مش معايا. إيه؟ لا ما تتخضيش، زمانه جاي في السجن. اتفضلي اتفضلي. موجودة؟ خير يا عمتي؟ اديني جيت حسب الميعاد. يا عادل انت مهما كان اسمك ابن اخويا، ويهمني مصلحتك واخاف على سمعتك. ليه؟ في ايه؟ لا ولا حاجه، تعالى معايا وانا هخليك تشوف كل حاجه بعينك دلوقتي. مش فاهميني موديني فين؟ يا اخي تعالى، قلت لك هتشوف دلوقتي حاله وكل حاجه. والله عال سهير بقيتوا بتدوا مواعيد لبعض من ورايا، شيء جميل. برافو يا استاذ كمال. العفو. انا كنت جايه بس يا شيخ اختشي على دمك وحطي في عينك حصوه ملح ورجعي على البلد اللي جيتي منها، ولا عاوزه عادل يعرف العلاقه اللي بينك وبينه. أنا عملتلك إيه عشان تعذبيني العذاب ده كله؟ عملتلي إيه؟ خدتي مني عادل، وتفتكري بعملتك دي هيرجع لك تاني؟ ده شغلي أنا. عادل لما كان بيعرفني عرف ستات كتير، وكان دايما بيرجع لي. أنت الوحيدة اللي قدرتي تاخديه مني، عشان بيحبك، وعشان كده عمري ما هنسالك الحكاية دي. طب وأنا ذنبي إيه في ده كله؟ مش شغلي، واحدة مننا لازم تتعذب. إذا كان يهمك إن البروش ما يقعش في إيد عادل، يبقى لازم تسيبي مصر بكرة. وإذا لقيتك موجودة في مصر هقول له على كل حاجة، فاهمة؟ إيه؟ جاب كلام يا عادل؟ وانا اللي كنت بسأل نفسي ليه كنت بتبعدي عني؟ يا عادل انت غلطان. انا مين ده؟ ده ده ده, ده. تخف عليكي، صحيح الاصل ما يكذبش. ايوه يا نور. تعالى نزل الشنط دي في الاوتوموبيل. حضرتك مسافر يا ست هانم؟ ايوه، رايحه تطل على بابا. وسقفت البيه رايح معاك؟ لا، لكن يمكن يحصلني بعدين. مع ألف سلامة، تروح وترجع بالسلامة، بس البيت من غيرك هيبقى مظلم خالص يا ست هاني. متشكرة أوي يا نور، بس بعد غيابي يبقى خد بالك من دي. من الاندي قبل الاندي يا ست هانم، مع ألف سلامة، تروح وترجع بالسلامة بإذن الله. حاولت كتير لكن الظروف كانت أقوى مني. عادي. ليلى تعمل كده؟ الكلام ده مش داخل مخي أبدا يا عادل. بكل أسف دي الحقيقة. فاكر يوم ما قلت لك إن ليلى تصرفاتها غريبة وإنها بتتهرب مني؟ كل ظنوني كانت في محلها. ومين اللي قال لك على الميعاد اللي كان بينها وبين الشخص ده؟ عمتي. عمتك؟ مش عرف عمتك بالميعاد؟ ما سألتهاش. وليلى ما قالتش حاجة؟ ما حاولتش تدافع عن نفسها؟ تدافع تقول إيه؟ يا عادل مجرد وجود عمتك في الموضوع وعدم دفاع ليلى عن نفسها بيثير الشك في نفسي. بتهيألي إن لها دخل كبير في الموضوع، وما تنساش إنها كانت طمعانة اتجوزها بنتها. لكن أنا شفتها بعينيا. برضه متهيألي إنها مظلومة وإنك تجنيت عليها. أنت بتقول الكلام ده لأنك مش متجوز. لو كنت مضحي كنت تصرفت نفس تصرفي. يا عادل مش ممكن تقنعني إن ليلى مش بريئة. المسألة دي فيها لغز وأنا لازم أحله، وحله عند عمتك. لكن يا كمال أفندي أفتكر إني أنا دفعت لك المبلغ اللي اتفقنا عليه إمبارح. أنا ما قلتش لا يا دريه هانم. بس إمبارح شيء والنهارده شيء تاني. إمبارح مثلا ما كنتش أعرف إن عادل بيه لما تسيبه ليلى هانم اللي هتحل محلها سلوى بنتك. ثانيا ما كنتش أعرف إن عادل بيه صاحب 600 فدان غير العمارات، وإنه ما يتجوز سلوى بنتك هتتصلح أحوالكم المالية. يعني تقصد إيه من كده؟ ولا حاجة أبدا، بس الإنسان عشان يسكت محتاج لشيء من قوة الإرادة، والإرادة ما تقواش إلا إذا كان الجيب يتقل. ولا إيه يا دريه هانم؟ وتقدر تحدد لي بوجه التقريب المبلغ اللي هيقوي ارادتك؟ والله يا ست هانم كل عمليه تجاريه لها كوميسيون، والكوميسيون المعتاد 10%، انما علشان خاطرك انا مستعد اتنازل لغايه 5%، يندفعوا فوري او يتقسطوا على كذا شهر اللي يريحك. يا كمال افندي انا ما اقدرش ارفض طلبك ده، وفي الوقت نفسه ما اقدرش انفذه لك حالا، لانك إن مفيش حاجة لسه تمت أبدا بين سلوى وعادل. إن شاء الله هيتم، بس المهم عندي إن إحنا نكون متفقين على الشروط المبدئية، أما التنفيذ أنا مش خايف منه أبدا. وهو كذلك، اتفقنا. طيب هانم ألف ب مع السلامة. الله يسلمك. مفيش ذنب، مفيش اخلاق، مفيش ضمير. اتصور يا شريف بينتهي الفرصه اني انا محتاجاله، عايز يبيع سكاته بفلوس. الناس جرالها ايه؟ الدنيا جرى فيها ايه؟ طبعا حب المال يعمي ضميرهم. ايوه لكن مش للدرجه دي. الله استنى استنى يا رؤوف. في ايه يا عادل؟ هو ده الشاب اللي كان مع ليلى ده؟ ايوه انت تعرفه؟ بشوفه كتير متلقح في الكباريهات. وايه اللي جابه هنا؟ قلت لك ان المساله فيها سر، وان السر عند عمتك. تعالى نلحقه، انا اعرف مطرحه. المهم دلوقتي نشوف عمتك. سلوى يلا يا حبيبتي نروح نفوت على عادل، وهناك بقى تبقي تتاثري شويه وتستغربي على اللي حصل، وكلمتين حلوين مني وشويه عواطف منك يرجع عادل على طول. ماما انا مش رايحه معاك. ايه؟ بتقولي ايه؟ أنا سمعت كل حاجة، ليه عملت كده؟ انا عملت حاجه يا بنتي؟ دي سهير اللي دبرت ده كله وحاجات في مصلحتنا. تتجوزيه انتي؟ عاوزاني اتجوز عادل بعد كل اللي حصل؟ عاوزاني ابني سعادتي على خراب بيت واحده ملهاش اي ذنب؟ فكري في نفسك يا عبيطه قبل ما تفكري في غيرك. انا بقول لك الكلام ده على اعتبار ان انا بفكر في نفسي. ازاي عاوزاني اعيش مع عادل وانا عارفه ان في واحده اتظلمت بسببك؟ ازاي اضرب وسط في وشه؟ يعني اتفضلي فضحتنا قدام الناس؟ عاوزة يتحجز على بيتنا ونسكن في شقه ب4 جنيه؟ ايوه يا سلوى بلاش عين، انت كنت عاقله لحد النهارده. يلا بينا زمان عادل بالفنانه. يعني عاوزين نروح له؟ طبعا. ايوه حاضر، هروح له احاول على كل حاجه. ايوه دي قاعده تتعبي نفسك يا سلوى، انا سمعت كل حاجه. سمعت؟ برضه كده يا عمتي؟ ما كنتش انتظر منك كده ابدا. طب وانا عملت ايه يا عادل؟ يهون عليكي تخربي بيتي عشان تجوزيني لسلوى؟ تفرقي بين اتنين بيحبوا بعض عشان اغراضك الدنيئه؟ هو الجواز عندكم ايه؟ بيع وشراء؟ مجرد مصالح؟ انت مش فاهم المساله يا عادل. اللي سمعته كفايه، وبيتكم ده مش هدخله بعد كده ابدا. يلا بينا يا عادل، عندنا حاجات مهمه. عادل بيه اهلا وسهلا، اتفضل. تسمح تيجي معانا شويه؟ معاكم على فين يا فندم؟ نشم الهوا على جنب. هوا انما يعني تسمح؟ ايوه اسمح. اول بعدين حصل ايه؟ اتكلم. دريه هنبقى الاثنين على كل حاجه. قالت لكم؟ ايوه لكن انا ما عملتش حاجه. سهير رتبت كل شيء، والبروش خدوه منها وهي نايمه. ازاي؟ حطوا لها منوم في الشاي، ولما صحيت فهموها ان انا كنت معاها. وانت ما كنتش معاها؟ لا والله، دول كانوا لوحدهم. سهير عملت كده عشان تفرقوا عن بعض يا عادل بيه. والله قول الحقيقه. والله دي الحقيقه يا عادل بيه والله. طب قدام يلا. يا كلبة مجرمة. قلت لهم ايه؟ كذبت عليه. قلت له ايه؟ قول. قلت له على كل حاجة، قلت له على الحقيقة. كذاب صحيح. انت اللي كذابة غشاشة. انت ايه؟ نرجس قولي له الحقيقة. اقول ايه فيا رؤوف؟ رؤوف في عينك انت الحياة. يلا يا عادل. الله الله ايه هو ده؟ الله مش اسلوب كده عيب. الله ايه هو ده؟ فين ليلى؟ عاوزها ليه؟ عشان اقول لها اني عرفت كل شيء. كده؟ ايوه. هي فين؟ فوق عند الصخور. ليلى ليلى. عادل. ليلى سامحيني يا ليلى، سامحيني اللي اسأت الظن فيكي. انا عرفت كل شيء، كانت مؤامرة دنيئة دبرتها سهير عشان تفرق بينا، وملهاش اي اساس من الواقع. صحيح يا عادل. زي ما بقول لك، عرفوا ازاي يوهموكي بحاجه ما حصلتش. انسي الماضي، الايام الحلوه قدامنا كتير. تعرف يا عادل، من يوم ما اتجوزنا وانا كنت دايما اسال نفسي يا هل ترى هقدر اسعدك؟ وجودك جنبي هو السعاده. الحمد لله اللي لقيتك زي ما اتقابلنا اول مره بين الميه والهواء. فاكره؟ انت ازاي يا عادل؟ ده شاطئ غرامنا. ودلوقتي مفيش اي قوه تقدر تفرق بينا.